طيب وخطورة اللولب الأعراض الجانبية بتاعت اللولب إيه؟ وارد إن لو تركب غلط في غير مكانه وطبعا ممكن يبقى فرصة الحمل أعلى، ممكن إن هو يزود كمية دم الدورة، مش خطورة بمعنى خطورة، إن الدورة لو قاعدة أسبوع ممكن يبقوا 8 أيام، فعشان كده بنختار اللولب للناس اللي عندهم كمية دم دورة قليل، ولو إن دلوقتي بقى فيه بقالنا سنين في لولب بيقلل كمية دم الدورة، لأن فيه هرمون معين مصاحب فيه بنركبه يقدر ان هو يقلل كميه دم الدوره. اللولب من مشكلته ان هو بيمنع الحمل داخل الرحم لكن ملوش دعوه باللي بره الرحم، فلو عندها النيه ان يحصل حمل اللي بره الرحم هيحصل، مش هو اللي بيزود الا لو عمل التهابات فقلل من حركه الانابيب وحصل حواليها التقاط يحصل حمل خارج الرحم. يرجعني بقى للتشيك اب، يعني لو اي سيده عندها بتعمل اي وسيله سواء اقراص او غيره او لولب او كذا لازم تعمل تشيك اب كل فتره تشوف مثلا لولب في كل ست شهور حد ادنى شهور. يعني حد اقصى انها تروح للدكتور يتاكد بالموجات فوق الصوتيه على وجود اللولب في مكانه، ان مفيش اي مشكله مفيش التهابات موضعيه، وان الامور كلها طبيعيه علشان تقدر انها يعني تحافظ على اعلى اداء للوسيله اللي هي بتستعملها.